خلينا نروح كمان للكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، نبارك له طبعا على مستوى حكامنا المصريين اللي ظهروا بشكل مميز جدا في بطولة أفريقيا، والنهارده كان في تكريم كمان في المركز الأولمبي واتحاد الكورة وفي اتحاد الكورة تكريم في اتحاد الكورة يعني كان في تكريم في اتحاد الكورة للحكامنا اللي شاركوا طبعا في بطولة أفريقيا، وبعد كده راحوا تكريم ايضا من وزاره الشباب والرياضه في المركز الاولمبي في المعادي. كابتن محمد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم ازيك يا حبيبي؟ مساء الجمال عليك. الله يخليك كابتن محمد، يعني مبروك طبعا ظهور حكامنا بشكل مشرف ومميز جدا جدا في بطوله افريقيا. يعني مبروك لينا كلنا، دول منتخبنا التاني اللي كان موجود في البطوله. ايوه، 7 حكام تالقوا في البطوله، ويمكن كان معايا على التليفون كابتن امين عمر امبارح، ويعني الناس كلها اشادت بحكامنا كلهم في البطولة وعملوا مستوى مميز جدا. التليفون قطع يا جماعة ولا معانا كابتن محمد؟ معاك يا كابتن، معاك. فيعني كمان حاجة كويسة إن أنتوا كمان كاتحاد كورة كرمتوا الحكام، وبرضه وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النهاردة برضه كرم حكامنا ومستواهم المميز في بطولة أفريقيا. النهاردة كان في تكريم يمكن على مرتين، الصبح كان في اتحاد الكورة، والتكريم الثاني كان في المركز الاولمبي في المعادي، كان طيب برعايه الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه الكابتن اشرف محمود، وطبعا تحت اشراف وزاره الشباب الدكتور اشرف صبحي، طبعا راعي الرياضه والرياضيين في مصر. كان تكريم على اعلى مستوى، حضر ونجوم التحكيم ونجوم الرياضه في مصر كلها كانوا كلهم موجودين النهارده. بصراحه كان يوم جميل جدا، ويمكن يوم اعاد هيبه التحكيم المصري. نتمنى يا كابتن محمد دايما حكامنا يكونوا بالمستوى ده، وكل حكامنا مش حكامنا الدوليين فقط، كمان حكام اللي بيحكموا في الدوري المصري في الممتاز وفي القسم الثاني والثالث والرابع، يعني نتمنى ان الكل ان شاء الله يبقى يظهر بالمستوى المميز ده، خصوصا ان احنا داخلين كمان على مراحل صعبه في الدوري الممتاز، في دوري المحترفين، ماتشات الترقي انت عارف، والحاجات دي بتبقى ماتشات حساسه جدا، فان شاء الله نشوف حكامنا كل حكامنا مستوى مميز الفتره الجايه ان شاء الله يا كابتن كريم. طبعا ويمكن كانت ليا لقاء مع حكام الدوري الممتاز قبل البدايه، وقلت لهم ان اداء الحكام المصريين في بطوله افريقيا فرض عليكم دلوقتي ان انتم طبعا تتحملوا المسؤوليه كامله، لان ده يمكن المستوى اللي ظهروا بيه في كوت ديفوار خلى الشارع المصري نفسه يهتم بالتحكيم، هيقدر بعد كده يتفرج على ماتشات الدوري، يتفرج على الرابطه، على الكاس، فلازم تكونوا لا تقلوا اداء ومستوى عن حكامنا المصريين اللي كانوا موجودين في البطوله، لان هي طبعا المنظومه واحده والتحكيم واحد. ويمكن التحكيم بدا بصوره قويه خلال الامس واليوم بصوره كويسه جدا، وان شاء الله يا كابتن كريم اوعدك كمان، وده زي ما قلت لك قبل كده وكنت عندك الحلقه، ان في حكام صغار السن موجودين في الدوري الممتاز اضافه كبيره جدا للتحكيم المصري، وبدانا نجني ثمار بعض حكام الدوري المحترفين وكذلك القسم الثاني والقسم الثالث. طيب سامع ان كابتن امين عمر وكابتن محمد معروف مرشحين لكاس العالم القادم 2026، كلام الكلام ده مظبوط صح؟ الكلام ده مظبوط، وان شاء الله كده بنستنى يكون في ترشيح لاحمد حسام طه ومحمود ابو الرجال، والفار طبعا ان شاء الله يكون في ترشيح لمحمود عاشور. طيب ال 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 الحكام المرشحين دول هيخشوا معسكرات تبع الاتحاد الدولي الفترة الجاية؟ هم عندهم معسكر في قطر غالبا يوم 25، مرحلة أولى، وبعد كده تتوالى المعسكرات إن شاء الله. معسكرات ولا تبقى اختبارات بدنية وفن؟ لا معسكرات، وفي بعض الأوقات بيتخللها اختبارات بدنية. يعني في بعض المعسكرات بيبقى فيها اختبارات بدنية، لكن هيبقى في معسكرات متنوعة خلال الفترة القادمة، سواء للحكام أو المساعدين أو البار، مجرد ما يعلنوا أسمائهم ان شاء يبقى الله كلهم موجودين بعد كده بالكامل ان شاء الله. ماتش نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك يوم 8 مارس في السعوديه بحكام مصريين. اكيد طبعا يا كابتن، يعني احنا بقالنا سنتين بنلعب بحكام مصريين، مش معقول بعد النجاح ده كله وبعد اللي احنا عملناه نرجع تاني خطوه لورا. طبعا لا بالعكس طبعا، يعني كل الماتشات الكبيره والصعبه هنلعب بحكام مصريين ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك كابتن محمد، وبهنيك وبهني لجنه الحكام كلها، وبهني حكامنا المميزين اللي عملوا مستوى مميز جدا في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله الفترة الجاية كمان يكون مستوى مميز في الدوري والبطولات المحلية بإذن الله. شكرا كابتن. أشكرك كابتن محمد فاروق.